احنا في البحرين شوي كاريبين الحمد لله، وحكوماتنا مو بمقصرة علينا، وميزانياتنا كبيرة بالنسبة للأدوية. للعلم فقط، دول كبيرة ما عندها الأصناف اللي احنا عندنا. يعني أنا البحرين اليوم العدد الكلي للأدوية كأصناف حوالي يوصل 1200. بعض الدول العظمى ما توصل 800 صنف، وصنف مملكة البحرين لأكثر من 2200 تقريبا صنف للأدوية على حسب ما يتطلب حتى للأفراد. يعني ما نقيسها على خلينا نقول والله نحتاج مجموعة عودة أن يستخدمون الأدوية، ولكن عندي 318 تقريبا فرد في البحرين يحتاجون أدوية بس خاصة لهم، كذلك وفرت لهم. وبعض الأدوية اللي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون دينار يوفر لمريض واحد، للعلم توفر عامة مملكة البحرين. اللي أنا بقوله بأن نقص الأدوية لا يمكن أحد هو ينكره، ولكن إحنا نقلص الفجوة الموجودة حق نقص الأدوية للعلم اللي ذكرته بأن مملكة البحرين غير مصنعة لهذه الأدوية. إحنا عندنا في البحرين توصل ل 10 إلى 12% نقص، ولكن في هناك لها بدائل. بعض الدول قريبة لنا جدا واللي يمكن تكون بعد تضخ ميزانيات كبيرة توصل لأكثر من 28% نقص بهذه الأدوية. كثير من الإجراءات طبعا تمت في السنوات السابقة على أساس أن احنا يعني نوفر الأدوية قدر المستطاع. احنا يمكن شفتوا الآن في الكوفيد في التعامل معها شيء من المهم، توفير مثلا اللقاحات. اللقاحات عامة لأجل الكوفيد والتعامل معها كل دولة بتشتري، بالعكس تصرف فيه الملايين على أساس أنها تأخذ هذه اللقاحات، لكن هل يمكن أن هي تتوفر بطريقة عامة سهلة؟ لا طبعا، في هناك صعوبة. اليوم احنا نعاني في البحرين، وكذلك يعاني القطاع الخاص. اذهبوا الى اي صيدليه خاصه اليوم، سلوا عن بنادول مثلا حق الشراب للاطفال، اذا حصلتوا بتشوفوا انه عندهم نقص لاكثر من 3-4 شهور. مو بس فقط الحكومه اللي تعاني، احنا دوله مثل ما اخبرت ليست مصنعه للادويه، نعتمد على توريدها، نعتمد على الوكيل، نعتمد على مصادر عامه التمويل بالنسبه لها.